طيب احنا كنا دلوقتي بنتابع مع حضراتكم يعني كواليس لسه حصريه مبعوثه لينا من يعني الامارات مباشره للفريق الاول في مقر الاقامه، وطبعا زي ما كنت بقول لحضراتكم هنوافي حضراتكم لحظه بلحظه بالجديد لغايه يوم المباراه وما بعد ان شاء الله المباراه. على كل حال اكيد عندنا كلام كتير جدا عن استعدادات الاهلي مواجهه الزمالك في السوبر وتفاصيل وعلامات استفهام وتوقعات وتحليلات، كل ده مع نجمنا كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق اللي منورنا النهارده. بونجور قوي، صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك وبنسعد دايما بوجود حضرتك معانا، وخصوصا بقى في حلقه النهارده لان احنا عايزين نتكلم مع حضرتك باستفاضه في معطيات اللقاء المرتقب يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله، لقاء كاس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. وخليني اعرف من حضرتك بدايه كده في ضوء مشاهدتك او مشاهداتك لاداء الفريق في الاربع ماتشات اللي فاتوا، كان احنا لعبنا لغايه دلوقتي مع المدير الفني الجديد اربع لقاءات رسميه، اثنين منهم مع قاريين مع الاتحاد المنستيري التونسي ذهابا وايابا، وماتشين في الدوري. في ضوء اللي حضرتك شفته في الاربع ماتشات دول، الى اي درجه انت مطمئن لماتش يوم الجمعه ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه الراجل من اول ما نزل من الطياره ما راحش الفندق، راح رايح على الملعب على طول، لان هو بحكم خبرته كراجل درب منتخب النمسا عارف انه الايام بالنسبه له كتدريب بتعتبر دقائق. فمثلا لو انا هدرب شهر فتره اعداد، الشهر ده ما هوش شهر، لا انا هدرب مثلا في اليوم ساعتين الصبح وساعتين بعد الظهر، ادي اربع ساعات في 25 يوم، لان انا بدي اربع او خمس ايام اجازات. فالاربع ساعات اضرب في 25 هتبص تلاقي العدد الساعات طبعا يعتبر قليل جدا، ومع ذلك هو افضل من غيره، لان قبل كده احنا بقالنا ثلاث سنين ما بنعملش فتره واحده بس اصلا. بقالنا ثلاث سنين ما بنعملش فتره عاد خالص، على طول الموسم داخل في الموسم وهكذا. طبعا. فاولا راح على طول على الملعب، ابتدى يشوف الامكانيات، يتعرف على الناس، وبعدين ابتدى يعمل حاجات كنا احنا بنطلبها من زمان، لان احنا كنا بنعملها زمان. بيعمل نظام اليوم الكامل. لعيبه تيجي الصبح لحد بالليل، ده شغلتك، انت راجل محترف، فانا وكأنه معسكر. كأنه معسكر، بس معسكر دمه خفيف، يعني ايه؟ مفيش في التدريب حاجة اسمها كل يوم اديلك جرعة معينة من التدريب. لابد يبقى فيه دايما تنويع. فأنا بديلك الصبح شغل، بعد الظهر شغل تاني، تاني يوم هتلاقي شغل تالت ورابع وخامس، كل يوم أنا بديلك شغل مختلف، وبالتالي هيبقى دايما أنت جاي التمرين مفيش روتين في التمرين، في دايما أنت متوقع حاجة تتعمل أكتر. التعامل مع اللعيبه بيتعامل معاهم مش بعجرفه وبتواضع، وفي نفس الوقت في حب وفي احترام. الحاجه الثانيه ابتدى يتعرف على الجهاز، ابتدى يتعرف على بعض اللاعبين، ابتدى هو طبعا قبل ما يجي كذا يوم يعني ابتدى يعرف تاريخ النادي الاهلي والفريق نتائجه كانت ايه واسماء اللعيبه والحاجات دي كلها، ابتدى يتعرف عليها واحده واحده. كان في نقطة أنا اتكلمت فيها قبل كده، وهو لما جه لقى عدد كبير قوي. العدد الكبير قوي ده مش مفروض. عدد كبير قوي من إيه؟ من اللعيبة. عدد كتير قوي من اللعيبة، كان في المجموعة الأخرانية اللي إحنا لعبنا بيها من الناشئين. مع ريكاردو، كان في مجموعة اللي إحنا لعبنا. اللي انضمت كانت مؤخراً، أوكي. فده كان المفروض يبقى فيه تقييم ليها، بحيث إن الراجل لما يجي يبقى مركز. يسهل عليه الأمور يعني. أهو كده. وأنا قلت الكلام ده يمكن مع الكابتن إسلام. ابتدى أول ماتشين مع الاتحاد المنستير، الحقيقه ماتش في تونس والماتش اللي هنا، ابتدى يدي اللعيبه كل واحد بيديله حقه. انت في التمرين بتجيد، بيشوف امكانياته الفنيه ايه. مثلا هناخد مثلا محمود متولي من اللعيبه الكويسه قوي اللي بتبدا من تحت، وانت في النادي الاهلي ما انتش محتاج الشناوي ياخدها ويروح شايطها وتبقى 50-50، لا انت عايزها تبقى مسيطر على الكوره 100% وهي في رجليك. فابتدى يديله على الرغم ان هو بقاله سنتين تقريبا مصاب وما كانش بيلعب. ابتدى يوظف محمد عبد المنعم ناحيه الشمال، هو دايما بيلعب ناحيه اليمين. ابتدى يرجع اكرم توفيق واداله اول ماتش، على الرغم انه بقاله سنه وعامل صليبي ومع ذلك ما خرجوش في الماتش الاولاني عشان يديله لياقه ماتشات. ابتدى يعتمد على حمدي فتحي وعلى ديانج، وطبعا ديانج بالنسبه له نمره واحد في وسط الملعب يعني. فشوف كل الماتشات هو بيبتدي بيه مع يا اما السوليه يا اما حمدي فتحي.
الجزء القدماني هو اللي لسه فيه شويه قلق شويه ولسه ما استقرش عليه، لكن هو ابتدى بعد الماتش اللي فات مع بعد ماتش اسوان ابتدى يحط ايده على بعض الحاجات. الحاجات دي منها ان هو في المؤتمر الصحفي قال انه هناك ناس ما كانتش مركزه، في ناس الاداء بتاعها مش قد كده، انا عندي لعيبه كتير واللعيبه الكتير ديت انا هبتدي اديلها، لان انا مش هعتمد على الرؤيه في التمرين، لا انا هبتدي ادي في الماتشات علشان احكم على اللاعبين. انا مبسوط جدا ان انا وده صح ولا غلط؟ عفوا منعك قطع كلامك كابتن عادل، يعني هل صح ان انا اجرب في اللعيبه في الماتشات ولا مفروض فعلا في اخد وقتي جدا في التدريب علشان يعني ما يحصلش اي حاجه بقى غير حميده اثناء الماتشات؟ هو وجهه النظر في بعض اللاعبين بيبقوا في التدريبات كويسين قوي، تيجي على ارض الواقع بقى والملعب، على ارض الواقع بقى وفي الظروف والعكس صحيح والشده فعلا. ومش كل اللعيبه طبعا، لعيبه النادي الاهلي دايما بتتمتع بحته ان انا الجانب الجماهيري او الضغوط والحاجات دي انا متعود عليها. فانت بتلعب في كل المحافل، بتروحي في افريقيا، بتروحي كاس عالم انديه، بتروحي طبعا دوري، فانت متعود بالظبط. فانا اللعيب عندنا متعود عليه، لكن هو شاف ان هناك بعض من اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعه وكان زعلان جدا، لكن هو مبسوط قوي انه في ظل الظروف دي انت خدتي 3 نقاط، ودي اهم حاجه لاننا رايحين على ماتش مهم. لكن هو في الفتره دي هو ابتدى يحط ايده على بعض الامكانيات اللعيبه ويعرف يعني ايه فلان ده هيدي لي 8 من 10، فلان ده ممكن انا ابتدي اديله 10 دقائق، فلان ده ممكن يقعده كبديل. يعني برضو في الماتش اللي فات خاصه ان احنا طبعا لعبنا ماتش الاسماعيلي كان على اعلى مستوى، ماتش الاتحاد المنستير الاثنين كانوا مستوى عالي جدا كبدايه صحيح، ماتش اسوان هو اللي كان سيء، وده واضح جدا من طريقه كلامه. في الفتره اللي جايه هو يعني اعتقد انه هيبتدي يغير من تفكيره بالنسبه لرؤيه بعض اللاعبين. من ضمن الحاجات اللي يعني اسعدتني جدا ان هذا الرجل واضح وصادق وصريح، ما يطلع في المؤتمر يقول العيوب اللي عندي 1 2 3 4، فالرساله دي بتوصل للعيب بيقول لهم انا جاي الدوري بالنسبه لي يعني انا مش عارفه لان انا جاي من اوروبا صحيح، فانا الدوري انا مش عارف الفرق قوتها ايه والحساسيه ايه. انا من يوم ما جيت من اول ما نزلت من الطياره بيكلموني على ماتش الزمالك وانا مش انا مش متعود على كده، انا متعود ان انا العب كل ماتش بماتش. كان يشكل ضغط ده برضو بشكل كبير على المدير الفني، يعني الموضوع ممكن يبقى نتيجته مش حلوه. الكلام ده لو مدرب ضعيف او شخصيته ضعيف، المدرب القوي ثقته في نفسه يعني وبتقيم كولر كده كابتن عادل، ها شخصيه قويه جدا قويه جدا، وبعدين بيشتغل على التفاصيل، الناس القريبين واللي احنا احيانا بنبص عليه من بعيد كده بيشتغل على التفاصيل الصغيره، العلاقه بين اللعيب، ما يسيئش ابدا للعيب، وبعدين ما بيوجهوش قدام اللعيبه، ياخده في الاوضه يقول له انت عملت 1 2 3، ما بيجيش قدام اللعيبه كلها ويروح قايل. مع ان دي مش مدرسه مانوال خوسيه، مانوال كان بيعمل ده في اللونج بس كان برضو اللعيبه بتحبه، وده كان معادله غريبه فعلا. ما هو بقى هيبتدي، بس هو في البدايه هيبتدي يعمل كده، بس بعد كده اللي انت بتقوليه هيعمل حاسس هيمشي في نفس يعني هو الاول دلوقتي هو طبعا قالها في المؤتمر، انا سعدت جدا في المؤتمر، حسيت ان انا في تفاؤل كتير جدا وكبير جدا من الرجل ده، لانه لما بيشخص الحاجه اللي هو فيها معناها ايه؟ معناها انه حط ايده على الحاجه اللي هو هيصلحها، وبالتالي طبعا دي بتبقى بتفرق جدا مع مدير فني بحجم هذا الرجل، لان الرجل ده مسك منتخب النمسا 7 8 سنوات ووصلهم لمرحله من طبعاً الترتيب، صعد بيه من المركز ال70 للمركز ال10 تقريبا في ترتيب يعني منتخبات او قوه اي ضغوط انت بتلعب في اوروبا طبعا. فطبعا طب ده فيما يتعلق بيه قدرته على التعامل مع الضغوطات، ولو خدنا في الاعتبار ان هو برضه لسه جاي البلد جديد ومش عارف حاجات كتير ومش عارف مدى قوه فرق كتير، فبرضه الضغط الجماهيري مش هيبقى واصله مش زي ما واصل مثلا للعيبه نفسهم. فانا عايز اسال حضرتك على تفصيله بتاعت الضغوطات دي، طبعا هو جزء او جانب كبير من قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم يكونوا
واقعين تحت ضغط لا لشيء غير لكونهم لعيبه في النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي ليه طبيعه خاصه وما بيرضاش عن المركز الاول باي بديل اخر. فالى اي درجه اللاعب ممكن يفضل متصالح مع فكره الضغوطات، وامتى ممكن يبقى في نقطه معينه يوصل لها اللاعب من كتر الضغط ما يقدرش يديلك اللي عنده؟ اللعيب نمره واحد ونمره اثنين ونمره عشرة لابد ان يبقى عنده هذا القدر من التحمل. حته ان انا الضغوط، لو انا معليش ضغوط عمري ما هنتج. اذا انا مش خايف عمري ما هجتهد طبعًا، وعمري ما هادي طبعًا اداء جيد طبعًا. دايما هتلاقي العباقره سواء في طب في اي حاجه في اي موقف صحيح، في فن، في لابد يبقى فيه طبعًا سنه او قدر من الخوف علشان ابدع وعلشان اطلع اقصى ما عندي طبعا. لعيب الكوره يبقى كده، اذا ما عندوش دي ما ينفعش يلعب في النادي الاهلي، فيبقى متعود دايما ان انا نازلها على الاقل بدي 8.5 من 10 او 9 من 10 اللي الجمهور محتاجني علشان اساعده. رائع جدا كابتن عادل، اسمح لنا انا وكريم بس نروح ل يعني زميلنا فاروق صلاح دلوقتي ونعرف منه طبعا من الامارات مباشره اي كواليس جديده يعني خاصه بالفريق الاول طبعا من مقر الاقامه هناك. بص يا فاروق طبعا صباح الخير، بس احنا هنفضل معاك كل ساعه تقريبا عشان تطلعنا على كل جديد بيحصل والكواليس وايه المستجدات والاجتماعات والتدريبات والاستعدادات الفنيه والاستعدادات المعنويه، يعني خلينا نعرف منك كل حاجه، اتفضل يا فاروق. يعني خليني في البدايه اصبح عليك يا نهاوند، صباح الخير، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كابتن مصر الكابتن عادل طعيمه. يعني يا نهاوند انت كنت معايا من اول خطوه من لحظه الوصول لمطار القاهره، طبعا بتنقله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل التفاصيل وكل الكواليس الخاصه ببعثه النادي الاهلي هنا في ابو ظبي، وبالتحديد في العين واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الزمالك في مباراه كاس السوبر اللي تقام يوم الجمعه على استاد هزاع بن زايد. كواليس طبعا كنا نتكلم فيها، طبعا الوصول بالامس لمطار ابو ظبي الدولي كان في تمام الساعه 5:30 بتوقيت القاهره، 7:30 بتوقيت ابو ظبي. طبعا كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي الاستاذه نهى القناوي القنصل المصري بالامارات العربيه المتحده، طبعا برفقه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي اللي سبق تواجدهم هنا ابو ظبي قبل البعثه ب 24 ساعه لتيسير وتسهيل كافه الامور. سريعا الفريق اللي استقل الحافله اللي نقلتنا من ابو ظبي الى العين في مسافه استغرقت 1:30. دور كبير جدا بيقوم به افراد بعثه النادي الاهلي ممثله طبعا في الدكتور محمد شاوي رئيس بعثه النادي الاهلي، معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، المهندس خالد مرتجي، الاستاذ طارق انديل اعضاء مجلس الاداره. كابتن محمود الخطيب كان حريص انه يتواصل علشان يطمن على كل افراد البعثه واخر ترتيبات المباراه باذن الله. النهارده ولو هنتكلم بقى على تفاصيل اليوم يا نهاوند، لان عندنا تفاصيل كتير النهارده. طبعا اليوم ابتدى بتناول اللاعبين وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وخلينا نقول من 11 بتوقيت ابو ظبي، 9 بتوقيت القاهره. الساعة 2 طبعا هتكون وجبة الغداء، محاضرة فنية النهاردة المستر مارسيل كولر هتكون في تمام الساعة 5، ثم التحرك إلى ملعب نادي العين اللي هيستضيف تدريبات النادي الأهلي اليوم، يعني أول تدريب النادي الأهلي هيؤديه اليوم في الإمارات هيكون على ملاعب نادي العين في تمام الساعة 6، بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي بمسافة 15 دقيقة. طبعا في أمور بيتم الترتيب ليها، أن غدا إن شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي المستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي هيكون في تمام الساعة 10:30 بتوقيت أبو ظبي، الثانية 10:30 بتوقيت القاهرة، أو تحديدا الثانية 10:30 بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت ابو ظبي. امور كتير جدا طبعا بيبقى حريص عليها بعثه النادي الاهلي للترتيب لتجهيز كافه الامور. طبعا الاتحاد المصري اخطر النادي الاهلي بكافه الامور التنظيميه الخاصه بالمباراه، وطبعا يا نهاوند بالامس طبعا يعني استهلنا كلامنا بالترتيبات اللي بتقام هنا في ابو ظبي والتجهيز للحفله قبل انطلاق المباراه بثلاثه ساعات، طبعا وامور حريص عليها مجلس ابو ظبي طبعا وحريص عليها المسؤولين هنا في الامارات. طبعا هيكون الامور التنظيميه اللي ارسلها الاتحاد المصري ان في حاله انتهاء المباراه بالتعادل في ال 90 دقيقه هيتم الاحتكام الى وقت اضافي هيكون لمده 30 دقيقه مقسمه على شوطين، ومن ثم الاحتكام الى ركلات الترجيح.
طبعا يا نهاوند الكابتن عادل طيب واحد من كباتننا الكبار اللي عارف اهميه هذه المباراه وانها مباراه ببطوله امام نادي الزمالك. خلينا اقول لك برضو ان من اجمالي 18 بطوله لكاس السوبر لعبت، النادي الاهلي خاض منهم 15 مباراه في هذه البطوله كاكثر الفرق المصريه اللي شاركت في مباراه السوبر. طبعا النادي الاهلي احرز 11 بطوله كاس سوبر، نتمنى ان شاء الله انها تكمل ان شاء الله وتكون البطوله ال 12 يوم الجمعه باذن الله. بص يا فاروق انا مش هطول عليك، بس انا هقول لك حاجه واحده هنختم بيها، السوبر في الجزيره صح ان شاء الله باذن الله. متابعين معاك زميلنا العزيز جدا فاروق صراحه، بنتفائل بيك يا فاروق صراحه، يعني انت ما بتبقى مع بعثه للنادي الاهلي بترجعوا منتصرين، فباذن الله خير يا رب، وهنتابع معاك طبعا لحد يوم الجمعه يوم المباراه. شكرا ليك، شكرا جزيلا. حلو اللي هو ايه، ظبط نفسك على كده، اوعى بقى الوضع احنا خلاص قمنا. ان شاء الله ربنا يسمع منك يا نهاوند ان شاء الله. طيب عوده بقى الكابتن عادل، وبرده عايزين نغوص مع حضرتك في تفاصيل هذا اللقاء المرتقب، وفكره الفكر التكتيكي للاثنين مدراء فنيين بمدارسهم المختلفه وخلفياتهم المختلفه، بين قوسين كده لو خدنا في الاعتبار طبعا تفصيله ممكن يبقى لها وزن وممكن ما يبقالهاش اي وزن بالمناسبه، فكره استقرار المدير الفني للزمالك مع فرقته من وقت طويل، في المقابل الكيس مش كده في حاله كولر مع النادي الاهلي كمستجد يعني في حياته، فشايف ان الى اي درجه ممكن تفصيله زي كده تفرق؟ على فكره كان في سؤال مهم انت قلته قبل الفاصل كنت عايز اجاوب عليه، انت فاكره ولا مش فاكره؟ لا كلام خدنا. طب حضرتك فكرني مشكور. انا مش فاكره بس اني فاصل، ما فيش فاصل لسه قبل ما ناخد، قصدي استاذ فاروق، فاروق زميلنا احنا كنا حضرتك بس جاوبت السؤال ده. لا اللي هو اني طب معلش حضرتك فكرني مش مشكله مين مع مين، العضه كبرت يا فندم وبقيت بسقط حاجه. سؤال مهم بس المهم عموما زي ما فاروق قال الاهلي وصل للسوبر 15 مره اخذ 11 مره، المنافس اخذ 5 مرات فقط، فرق كبير طبعا، فرق كبير. بالنسبه للتكتيك سواء للزمالك او للاهلي عمليه الاستمراريه بالنسبه في التدريب ما هياش مقياس، لانه ممكن جدا مع تغيير مدرب يبقى في فكر جديد وشغل جديد وروح جديده وروح جديده. يعني نشوف انت ليفربول مع كلوب وصل لمرحلة سيئة جدا، أعتقد الثامن أو التاسع في الدوري الإنجليزي، فعملية التغيير يا إما تغيير مدير فني يا إما مدير فني يبقى موجود بس يبقى هناك تجديد دماء ولاعبين جداد بحيث أن يبقى فيه عملية التنويع وعملية الفكر الجديد اللي بتخش، ويبقى المدرب برضه في نفس الوقت بيطور من أدائه وبيشوف إيه الجديد اللي ممكن يضيفه للفرقة، ما يبقاش فيه زي ما انا قلت لحضرتك وقلت لنهاوند ما يبقاش فيه الملل، انا كل مباراه انا هلعب بالطريقه الفلانيه او هغير بالطريقه الفلانيه، اللعيبه بيحصل لها تشبع وبيحصل لها نوع من الملل شويه. فطبعا كون انه مدير الفني نادي الزمالك موجود من السنه اللي فاتت لقى مساعده غير طبيعيه من جميع العناصر واكثرهم لجنه الحكام، لقى يعني دعم غير مسبوق ولا زال التوابع موجوده حتى الماتش اللي فات. كولر داخل على مرحله انا شايف انه بيلعب وعنده مرونه في التكتيك، يعني بالنسبه للتكتيك وهو بيأديه بتحس انه هو ممكن يغير من طريقه اللعب اثناء المباراه، وعنده فكره جيده جدا عن كل لعيب. هو نفسه مؤخرا كمان صرح بده وقال انه الفتره اللي جايه هيشتغل على تطوير الاداء وكمان على العمل الجاد تجاه الغزاره التهديفيه. عايزين نستاذن حضرتك بس نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا في التفصيله دي. اتفضل. طيب احنا حديثنا لسه اكيد مستمر مع كابتن عادل طعيمه اللي منورنا في 10 الصبح في الاهلي، ودايما بنورنا بصراحه، ودايما بيبقى معانا هذا اللقاء قبل اي مباراه يعني صعبه، مش هقول صعبه، اي مباراه هامه او في غايه الاهميه، وطبعا بنتكلم عن السوبر وبنتكلم عن دوافع بقى كل فريق هنا كابتن عادل، واكيد لو هتكلم تحديدا عن دوافع النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عايز بشده ومفيش رفاهيه حسابات اخرى اصلا ان احنا ما نحصلش على السوبر هذا الموسم. خليني اروح مع حضرتك للنقطه دي، وهل الدافع ممكن يكون كافي ان الجماهير تطمن دافع بس؟ الدوافع ديت واللي دايما المحللين بيتكلموا عنها هي اللي بتخلي العربيه تتحرك، هي اللي بتخلي اللعيبه تنزل، وهي واخده في ذهنها انها تسعد الناس في الملايين اللي موجوده صحيح. سواء في مصر او خارج مصر. الدوافع دي لولا الدوافع ديت ما يبقاش في متعه ولا يبقى في حاجه، اذا ما كانش الانسان وهو نازل التدريب وهو نازل المباراه
والدوافع دي بيتحركوا. ايه هي الدوافع ديت؟ اولا بيتقن عمله، بيسعد ناس، بيدخل الفرحه في قلوبهم، الى جانب اسرتي بتسعد، الى جانب انا دخلي المادي، كلها امور متركمه على بعض. دخلي المادي بيزيد، رقمي في السوق بيزيد، ان انا تمني كذا، لما باخد بطوله بروح كاس عالم انديه رقمي بيزيد وهكذا. فدي طبعا الدوافع دي موجوده عند النادي الاهلي، لانه هو النادي الاهلي اتعمل وفيه الحته دي، الدوافع ديت. النهارده جمهورنا ما بيقبلش ان انت لو دخلت 5 بطولات عايز الخمسه مش عايز 4. صحيح. فهو اذا ما كانش الجمهور ده، فضل الله ثم الجمهور ده اللي هو قوي جدا وراك وبيديك الدوافع ديت، بيقابلك في الشارع، بيجيلك في التدريب، بيجيلك في المباريات، بيجي يدفع من جيبه ويضيع وقته ويعمل كل حاجه علشان يشجع النادي ويشجع اللعيبه، وبينده على لعيب لعيب، وبعدين بيصرف من جيبه مبالغ كبيره جدا. في ناس بتقسط يا كابتن عادل عشان تسافر وتتابع الاهلي في كل حته بيسافر فيها. حضرتك ممكن يبقى في بيته ويمكن ما فيش، ومع ذلك انا يعني في برضه طبعا ناس، في كتير مقتدرين، بس في ناس برضه بيبقى اللي في جيبه رايح علشان يحطه علشان يحضر مباراه للاهلي ويشجع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ما عندوش الرفاهيه ان هو مثلا معاه مبالغ كبيره ولا حاجه. طب. فالدوافع دي اولا بتبقى مهمه جدا. الماتش اللي جاي هو علشان بس الناس تبقى عارفه، هو ماتش بطوله من مباراه واحده. مباراه واحده بتدي بطوله. فالمباراه واحده دي دايما بتبقى يعني سلاح ذو حدين. يعني انا النهارده موفق باذن الله تعالى، اللعيبه واخده المباراه بجديه، معظم اللعيبه بيبقى واللي بيبقى اهدى واللي بيبقى الدوافع عنده اكتر مبقاش خايف، لكن في نفس الوقت مبقاش عنده ثقه كامله، يبقى دايما انسان متوازن. ان انا نازل بحترم المنافس، انا نازل وانا عارف ان انا باذن الله باذن الله لازم ارجع ومعايا كاس البطوله علشان كل الحاجات اللي انا قلت عليها من اسعاد الناس والاخر. هل الحظوظ في الماتش ده نقدر نقول ان هي 50-50، ولا ممكن الرقم ده يختلف نتيجه اختلافات في الملابسات وظروف كل فرقه من الاثنين، او الدوافع زي ما احنا برضو لسه بنتكلم بالظبط؟ هو شوف، بحكم تاريخ النادي الاهلي هتبص تلاقي دايما الكعب العالي للنادي الاهلي في البطولات، سواء دوري او كاس او سوبر. شوف الفرق في الدوري 42-12، ده ما جاش من فراغ. 14 ولا 12؟ 12 او 13. 14 لا 13 كان 12 ولا 13 والله 14 هو في كان ما رحناش بعيد يعني ما رحناش بعيد فيعني مش بعيده يعني. فهو ال اللعيبه بتبقى عندها من الثقه في الماتشات اللي زي دي، وخاصه لما يكون عندك لعيبه كتير عندهم الخبرات دي، خبرات الماتشات دي. صح. فهتبص تلاقي خط الظهر بالكامل، حارس المرمى الشناوي، وخط الظهر، وسط الملعب، في المهاجمين، معظمهم لعبوا الماتشات دي ولعبوها كتير. طب ما نفس الكلام ينطبق على الفريق المنافس، ما برضو عنده لعيبه عندهم ثبات انفعالي ناتج عن خبرات متراكمة؟ لا 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 مش للدرجه؟ لا لا، اولا انت جايب مجموعه لعيبه اول ماتش يلعبوه. يعني اللعيبه اللي انت جايبها، جايب 10 لعيبه، ال 10 لعيبه معظمهم ما قابلوش النادي الاهلي قبل كده. انما هتلاقي يمكن 3-4 يعني عواد مثلا، اذا كان فتوح، اذا كان اسمه ايه دوت المسلوسي اظني، او سيف الجزيري، زيزو، اربع شيكابالا، 5-6 لعيبه النادي الاهلي ال 11 واللي قاعدين بره كلهم لعبوا اهلي وزمالك، كلهم وكلهم دوليين. فالفرق انك انت بتعتمد على ناس عندها الخبرات دي. طبعا الخبرات دي مش كفايه، يعني الخبرات دي محتاجه زي ما نهاوند قالت، محتاجه دوافع. يبقى عندي الدوافع وعندي الثقه وعندي الخبرات، ان انا في الماتشات دي وانا نازل يبقى عندي الثقه، حتى وانا بمرر الكوره ليك عندي الثقه ان انا بديها لك في رجليك، في الرجل اللي انت عايزها، وبتحرك لك في المكان اللي انت عايزه، بحيث ان احنا كلنا نبقى بنتحرك وعاملين نوع من الانسجام، وبنلعب كره جماعيه ما فيهاش انانيه. ومن ضمن الحاجات يمكن السؤال اللي كنت حضرتك كنت انا عايز اجاوب عليه، حته الانانيه اللي كانت موجوده في ماتش اسوان، من 3-4 لاعبين كانوا موجودين المباراه. الخواجه برضو كولر قال انا الماتش احنا اللي صعبناه على نفسنا، يعني احنا كنا كسبانين 1-0
وفي كوره لو اتلعبت بالعرض هتبقى الجول الثاني، وكوره ثانيه الشوط الثالث لو اتعملت لزميلي هتبقى الرابع، وكوره ثالثه او رابعه كانت هتبقى الخامس. فاحنا اللي صعدنا المباراه علينا. في حته الانانيه ديت اعتقد هو برضه من ضمن الحاجات اللي عجباني جدا فيه ان هو عايز يغير من اللائحه. يغير من اللائحه يعني ايه؟ يعني انا عندي 30 لعيب، في 11 لعيب في المباراه. انا طالب منك ومن هوان انت هتعمل 1 2 3 وانت هتعمل 1 2 3 دفاعيا وهجوميا. طب انت نهوان ده ادت وانت ما ادتش، تاخد نفس المكافاه بتاعته؟ المفروض لا، لا فعلا المفروض لا طبعا لا. وده اللي هو ده ما كانش حاصل قبل كده؟ يعني مبدا الثواب والعقاب طول عمر النادي الاهلي فيه الكلام ده. طول عمر النادي الاهلي ده فيه يعني من الثلاثينات والاربعينات والخمسينات كلها حاجات، مثلا لعيبه يحصل مشكله بتاع يروحوا لاعبين بالاشبال والاشبال حصلت قبل كده كفريق كامل، حصلت كتير. ف وفي عقاب بيبقى فردي، لعيب 1 2 3 طب يبقى تبص تلاقيه النادي بيلفظه او يعني بيقول له شوف مكان اخر يعني. فحته الانانيه دي طبعا بتبقى موجوده يعني. فلما يبقى في نوع من العقاب مع طبعا المصابره، يعني انا بقول لك بلاش الانانيه واعمل كذا كذا، ما عملتش طب تاني مره؟ لا تاني مره يبقى لازم في وقفه، بعد كده يبقى في استبعاد، والا انت مش هتبقى مش ماشي مع المنظومه اللي احنا محتاجينها. هو ده الطبيعي كمان في مستوى النوادي المحترفه، يعني ده حتى لسه شايفينه مع مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو والعقوبه اللي يعني فرض عليه المدير الفني يعني. لا هو ده الطبيعي وده الصح يعني. على كل حال بقى كابتن عادل عايز اروح مع حضرتك برده، واسمح لنا بقى نرجع بالذكريات معاك شويه والسوبر والماتشات الجميله والكواليس بتاعت الماتشات الصعبه. خليني بقى حضرتك يعني كلاعب وكمعلق وكمدرب خلينا نرجع بحضرتك شويه على الذكريات دي. الماتشات اللي زي دي بتبقى محتاجه اولا وخاصه في النادي الاهلي في الفتره ديت بتبقى محتاجه تحضير بشكل محترف. اللعيبه مش محتاجه ان انا احفزها لانه الحافز موجود والدوافع موجوده عنده. غير انا كمدير فني ما احاول استفزه علشان يعمل الكلام ده، ممكن لو فريق اخر هيلاعب فريق اكبر منه اقوى منه ممكن انا اديله بعض الامور، لكن لعيبه عندها الخبرات دي وعندها. فطبعا عمليه التحضير، انا رايح دبي قبل المباراه بثلاث اربع ايام علشان احضر نفسي وادي محاضرات، وفي نفس الوقت انا بدي معلومات عن الفريق اللي انا هلعبه، لان زي ما انا قلت الكريم في مجموعه كبيره الراجل بيعتمد عليه في الفتره الاخرانيه ما لعبتش اهلي وزمالك، فهو حتى هو في الطياره بيقرا التيم الزمالك والعناصر الجديده اللي دخلت بتادي ازاي وايه ميزاتها وايه عيوبها، بحيث ان انا اقدر اطبق الشغل بتاعي واللعيبه اللي هي انا هستخدمها في المباراه دي علشان انجح ان انا اسيطر على المباراه وابقى عامل اللي عمليه الاستحواذ وعمليه الخطوره من بدايه المباراه. الحاجه الثانيه عمليه الهدوء والتركيز بتبقى مهمه جدا، وبيبقى في قرارات. زمان ما كانش فيه السوشيال ميديا والحاجات دي. انا النهارده لما بقى اللعيب تليفونات والحاجات ديت تبقى مفروض انها ما تبقاش موجوده. الحاجه الثانيه بيبقى اللعيب نفسه عنده الدافع والقوه ان انا ابقى ذهني كله في المباراه ديت. في نفس الوقت ما يبقاش فيه حته الضغط القوي والتركيز الزياده عن اللزوم، ابقى انسان عادي طبيعي بحيث ان انا ما ابقاش مشدود الشده اللي هي مش مظبوطه، ودي طبعا الحمد لله بفضل الله مش موجوده. حاجه ثانيه مهمه في غايه الاهميه، حصل قبل كده مع بايلر، وكنت انا اعتقد كنت معاكم ايام ما كنا في الاستوديو القديم قلنا ان الراجل اول مباراه كان بيلعبها في افريقيا، قلنا الاتي: فايلر جاي لعيبه جداد بالنسبه له، فالمباراه ديت هيبقى 90% لاعبين و10% مدير فني، لان الراجل جاي يعني مش عارف حاجه، فلسه اسماء اللعيبه يمكن مش عارفها، وبيلعب مباراه في افريقيا واحنا بقالنا فتره كبيره ما كناش خدنا افريقيا سبع سنوات،
فالراجل ابتدى قلنا وده اللي حصل فعلا، اللعيبه فعلا عملت هذا الكلام. برضو الماتش ده او البطوله ديت اللعيبه عليها مش اقل من 85% من البطوله ديت. الراجل هيبقى عنده 15% فقط انه يحسن التشكيل، عمليه التغيير واداره المباراه بس بنسبه، انما النسبه الكبيره لكل الكبار اللي موجودين في الفرقه وكل الناس اللي شاركوا معظمهم لعب اهلي وزمالك ويعرفوا يعني ايه قيمه بطوله احنا محتاجينها في الوقت يعني دي مش هتبقى مباراه مدير فني قصاد مدير فني، هتبقى لاعب للاعب. لا لا ما اقصدش كده، اصل البرسنتج كده قليله قوي بالنسبه. انا قلت ايه، عمليه التشكيل واداره المباراه والتغييرات دي مدير فني بنسبه قد ايه هيتحمل؟ 15. لان هو لسه مش عارف الدوري المصري قوته ايه. ده بالنسبه للكولر بس كاستثناء في المباراه. لان هو بعد كده مش هيبقى النسبه دي. اوكي يعني النسبه دي هتفضل على طول. هي المباراه ديت من ساعه ما هو في الطياره بيقولوا له اعمل وفايلر، احنا قلنا السوبر يا كولر. طب اقول لك حاجه، الماتش الفايلر لما كان موجود الماتش اللي بعديه قلنا ايه؟ قلنا 70-30 خلاص. بعد ما خلاص قعد شهر لا خلاص بقى، بس دي النسبة اللي هي بتبقى محسوبه بالورقه والقلم. لكن عند اللزوم لما بيكون فيه، وانا هنا مش بتكلم على النادي الاهلي، انا بتكلم في المطلق بشكل عام، لما يكون الفريق اللي انت بتشجعه مش بيأدي كما ينبغي بتلاقي معظم التعليقات اللاذعه بتروح للعيبه اكتر ما بتروح للمدير الفني. يعني مرجعيه الجمهور للاداء الوحش غالبا ما بيكون مبني على رؤيته لاداء اللعيبه، بغض النظر بقى ان ممكن يكون اداء اللعيبه ده ترجمه حرفيه الخطه اتقالت لهم قبل كده، ممكن يبقى الخطه هي اللي فيها عوار او فيها مشكله. لكن الجماهير دايما تحسها بتحاسب، او الاقرب للحساب بالنسبه للجماهير هم اللعيبه، ولا حضرتك شايف غير كده؟ ما هي العمليه بتبقى محسوبه بميزان حساس جدا. انت شايف ان مدير فني ما بقالوش اكتر من 5 اسابيع جاي من اوروبا على دوري افريقي طبعا. في مصر، فالفرق مش عارفها في افريقيا، مش عارف الفرق كلها، حاجات بيتفرج عليهم في الافلام وفي الشرايط والحاجات ديت، بتبقى نسبه كبيره جدا من اللاعبين. لان اللاعب اللي عنده اكتر من 100 ماتش و130 ماتش واللي عنده 90 ماتش خبرات متراكمه، كاس عالم، افريقيا، بطوله افريقيا، انت واخد بطوله افريقيا شوف كام مره، 11 مره الخبرات دي موجوده، انت لسه واخد افريقيا مرتين، كاس عالم واخد برونزيتين، وطبعا احنا واخدين تالت قبل كده مع جوزيه. فالخبرات دي كلها اللعيبه بتبقى اخذت من اكتر من طريقه اداء في الملعب، بتلعب 3-5-2، بتلعب 3-2-1، كل الارقام اللي احنا بنقولها، الارقام دي مجرد بتتحط في الروشيتا او في الورقه اللي المدرب بيحط عليها، انما داخل الملعب تبقى العمليه مختلفه. هتبص تلاقي في احيانا بيبقى راس حربه واحد بس، ويبقى فيه 4 وفي 5 في خط الظهر. لما بتهاجم بتبص تلاقيك بتهاجم ب8 و2 متاخرين زي ما بتشوف. الحاجه الاكيد ان حضرتك لازم تيجي تنورنا ان شاء الله بعد الماتش عشان نشوف يا ترى الكلام اللي احنا قلناه اتحقق بحذافيره ولا اختلف. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا. نورتني يا كابتن عادل كالعاده طبعا. شكرا لحضرتك. هنروح فاصل بس مش هرجع معاكم بقى. دينا كريم دي رؤيتك ليا وانا عشان برج العذراء يا عالم بيتقال لي كده، ينفع كده؟ كريم هيرجع مع دكتور دينا ابو السعود والفقره الطبيه، وانا اشوف حضراتكم تاني انا وكريم باذن الله يوم الحد. ونتمنى يا كريم ان احنا نيجي باذن الله فرحانين ونحتفل وناخد وقتنا كمان، لان الموضوع ما هوش بطوله وخلاص، لا دي بطوله غاليه جدا برضو، وفي نفس الوقت فيها يعني زي كده رد اعتبار او فيها عوده مره ثانيه للتالق اللي احنا نعرفه، فيها في نفس الوقت مراديه كده ولو بطريقه اندايركت لجماهير النادي الاهلي. فاصل ونرجع نكمل.